السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنقول دائما نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. معكم مطبخ أم لطفي، وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم جيت نتقاسم معكم واحد الكيك اللي كيجي رائع، مكونات ديالو موجودين وكيجي لذيذ ومعلك وزوين وشكل مختلف على لي كيك اللي كنوجدو دائما. كنتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم، وبقاو معايا ان شاء الله حتى الاخير تشوفوا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير اللي صايبنا بها هذا الكيك الرائع اللي كيجي زوين كما كتظهر لك كما كتوضح لكم الصوره. كيجي رائع جدا، يستحق التجربه. يلا نمشيو نشوفوا المقادير ديال هذا الكيك. عندي هنا واحد 100 غرام ديال الزبيب اللي غنعصر عليها، اللي عصرت عليها الليمون وخليتها ترطب تشرب من هذا الليمون. هنا غنوريكم المقادير ديال هذا الكيك اللي غنشاركوا معكم ان شاء الله. عندي في المقادير عندي واحد جوج ديال التفاحات، عندي 3 البيضات، عندي واحد الحك ديال دانون طبيعي، عندي كاس ديال السكر سنيدة، وعندي قريصة ديال الملح، عندي واحد ديك الليمونة يعني القشرة ديالها محكوكة، عندي واحد ألزا زهر، وعندي جوج صاشيات ديال الخميرة ديال الحلوى، وعندي كاس ديال الزيت. هادو هما المكونات، وان شاء الله كما عودتكم دائما غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف مكتوبين بالتفاصيل. هنا غناخد ديك 3 البيضات، غنزيد عليهم ديك الكاس ديال السكر، وغنزيد عليهم ودرت من قبل ديك رشيشه ديال الملح، ودابا هنا غادي نجيب الطراب ديالي الكهربائي وغادي نطرب مزيان هاد البيض مع هاد السكر حتى تندمج ليا العناصر مزيان وتولي عندي واحد الكريمه اللي كيولي اللون ديالها فاتح، غادي اللون يعني البيوضيه كي كنقولوا. غنضرب مزيان، ومن بعد غادي ان شاء الله غادي نبدا غنزيد هنا ديك الساشي ديال الزا زهر، صافي غنطرب مزيان كي قلت لكم حتى كنحسو بديك السكر داب مع ديك البيض. عاد ان شاء الله غادي نبداو نزيدو الزيت شويه بشويه بحال كنطلعوا المايونيز وحنا خدامين. هنا انا كنزيد الزيت كما كتلاحظوا وحنا كنطربوا. كما قلت لكم دائما ممكن نخدموها حتى بالطراب اليدوي، انما انتم كتعرفوا بالطراب اليدوي كتكون شويه العمليه مرهقه وصافي، اما هي كتطلع كما كنقولوا. هاد الالات كيسهلوا علينا الخدمه. دابا غادي نزيدو ديك الحك ديال دانون طبيعي، ها هو صافي، وغادي نطربو حتى هو حتى تنسجم ليا العناصر كامله. ديك القشرة ديال الحامض حتى هي غادي نزيدها، صافي وغنطرب مزيان حتى تنسجم ليا العناصر كاملة. وانا غادي نزيد يعني ما تصورتش ليا سمحوا ليا، يعني زدت جوج كيسان ديال الطحين بلا نفس العبار اللي عبرت به الزيت وعبرت به السكر سنيدة، زدت الطحين وغربلته بعد هذا العبار هذا اللي كنوريكم. درت جوج قياسات، وهذاك العبار كيهز لينا قياس كاس ديال العنبه كبير، وجوج درت جوج قمارات وغربلت كل شيء وطربتهم مزيان. ها هما كيبانوا لكم هنايا، راه الخليط مقاد كيبان لكم هنا. صافي وغنزيد دابا ديك الزبيب اللي رقدته من قبل في الليمون، في العصير ديال الليمون، باش كيولي كيرطب وكيتنس حتى كيتشرب لينا بديك النكهه ديال الليمون. غندير يعني الكميه الكثيره وغنخلي واحد شوي باش نزين به الكيكه من الفوق. وهاد الاثناء كنكون شعلت الفران على درجه 180 وكنشعلو غير لتحت، كنوجدو على ما يعني نصايب الكيك ديالي. هنا خديت واحد دوك جوج تفاحات
وقطعتهم شرائح وعصرت عليهم واحد نص ليمونه، وغنقطع حتى ديك يعني واحد نصيص خليته بالقشره ديالو باش غنقطعو غنديرو بالقشره ديالو. هما هادو غنقطعهم حتى هما شرائح غنديرهم للتزيين فقط كي كنقولو. هنا غنجيب المول ديالي دائري اللي تيكون يعني المول اللي كتكون كيجي اللي كيجي الكيك ديالو متقوب من الوسط، وغندهنتو بالزبده ورشيتو بالطحين، وغناخد الخليط ديالي وغنفرغه. نتوما كتشوفوا القوام ديال الخليط كي كيجي، راه درنا فيه غير جوج كيسان ديال الطحين لان عندنا غير ثلاثه ديال البيضات وعندنا ديك الحكيك ديال دانون. في هذه الاثناء غنجيب ديك التفاح ديالي وغادي نديرو بهذا الشكل اللي كتوضحوا لكم الصوره فوق الكيك ديالي. بديت بدوك اللي بالقشيره ديالهم حمراء، صافي. وغادي نكمل بالشكل اللي كتوضح لكم الصوره. غادي نديرو دائري كامل على ديك الكيك ديالي بهذا الشكل هذا، وغادي نجيب ديك يعني ديك القياس ديال الزبيب اللي بقى عندي غنرشو من الفوق بحال هكذا عليها كامل على الحلوه ديالي. وهنا عندي هذا السكر الاسمر غنديرو في واحد القريعه، غناخد منه واحد القياس غنديرو في واحد القريعه وغنزيد معاه القرفه وغادي نرشها غنخلطها مزيان وغنرشها فوق هذا الكيك ديالي اللي خدمناه مع بعضياتنا. هنا كي قلت لكم راه خديت غناخذ هذا السكر الاسمر غنديرو في واحد القريعه وغنخلط معاه القرفه غنرشو من الفوق، وكيبقى عندي ديك القريعه محتفظه به ملي كنبغيه مره اخرى نديرو في شي كيك اخر كنلقاه موجود مصايب، يعني القرفه والسكر الاسمر او السكر الاشقر. صافي غنخلط معاه القرفه، كتجي لذيذه القرفه مع هذا الكيك اللي كيكون فيه التفاح والزبيب كيجي زوين بزاف. هنا غنحركهم مزيان يندمجوا ليا يعني القرفه وديك السكر البني، وغادي نرشهم من فوق الحلوه ديالي بالشكل اللي كتلاحظوا على الصوره، كيعطينا اللون وكيعطينا حتى المذاق، كتجي معسله هذه الحلوه صدقوني الا جربتوها غتعجبكم بزاف. صافي غندخلها طيب ونتلاقاو ان شاء الله نشوفوا النتيجه النهائيه ديال هذا الكيك هذا اللي ساهل وبسيط اي واحد ممكن يصايبو. هنا راه طابت الكيك ديالنا، ها هو دابا غادي نقلبو في يعني في صحن التقديم ونشاركو معكم ونقطع لكم واحد الطريف منه باش تشوفوا كي جا زوين، جا معلك، جا محمر، وجا حتى لذيذ. هنا غنقلبو في واحد الطبسيل وعاد غنقلبو في الاناء ديال التقديم، كتلاحظوا جا تبارك الله ما محروق ما والو، جا محمر على حقو طريقو. صافي هنا راه قلبتو في اناء ديال التقديم، وانا غادي نقدمو لضيوفي بهذا الشكل هذا. غادي ندهنو بعدا بالكونفيتور، كندهنوه هو سخون باش كيشرب ليا ديك الكونفيتور. صافي هنا هاك هو كنوري لكم كنقرب لكم الصوره. غادي نجيب واحد في نفس الاناء اللي انا حاطه فيه هذا الكيك، غادي نحط فيه شويه ديال اللوز في الجناب ديالو مع الزبيب ونقدمه بهذا الشكل هذا، يعني الكيك الوسط وداير باللوز والزبيب من الجناب. دائما تنقول لكم التقديم كل واحد يختار ويبدع كيما عجبو هو وبالمكونات اللي عنده اللي كتواجد عنده، ما يصعبش على راسو يعني المساله، اي واحد يدير اللي عجبو. التقديم دائما كيبقى اختياري.
وكنتمناكم الى عجبكم هذا الشيء اللي كنتقاسم معكم، حتى نتوما ما تبخلوش عليا باللي لايك والبارطاج بالقناه ديالي باقا جديده. نتمنىكم تشجعوني بالاشتراك. صافي، وهنا غنجيب السكين وغنقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديالو كي جا من الداخل هاد الكيك هذا. كيجي ديك التفاح وديك الزبيب اللي فيه الداخل كيجي معلك فيه، وديك السكر البني اللي درنا له من الفوق مع القرفة كتجي واحد النسمة رائعة تستحق التجربة كي كنقول لكم دائما. نقرب لكم الصورة لهذا الطريف تشوفوا كي كيجي من الداخل. كيجي رائع، كيجي لذيذ معلك بالصحة والراحة كي كنقول لكم دائما. وإلى فيديو قادم إن شاء الله.